اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. معنا مشاهدينا الكرام في هذا المباشر بيضاوي عاشق لكره القدم الوطنيه، عاشق كرة القدم الجميلة ومتشبع كبير لكرة القدم الإفريقية العربية وكذلك العالمية، يعني كيتابع بواحد أوراجاوي بطبيعة الحال أوراجاوي، ما بغاش أن المنتخب المغربي المحليين أنهم يمشي يشارك في الشان، دورة الشان هاد السنة اللي غتقام في الأراضي الجزائرية، كيف ما ذكر لنا أنهم أن هاد الشان فالخاسر الأكبر أن المغرب ما يشاركش هما الجزائر، هو هاد الدوره هذه الا ما كانش المغرب بحكم ان المغرب اللي بصم على واحد مستوى عالي وعالي مستوى كبير في المونديال الاخير، فماشي المغرب الخاسر الاكبر بل العكس، فدوره الشان مقامه في الجزائر فهي الخاسر الاكبر، كذلك ان المنتخب الوطني المغربي في ظل تصرفات سيبيانيا فانه رافض انه يمشي الجزائر حتى دار واحد الحل باش تمشي طائره من الاراضي المغربيه الى الاراضي الجزائريه مباشره. كشي اللي كاين؟ الله يرحمك. السلام عليكم. المغربي يمشي الشام؟ واه بكل صراحه هادشي اللي داروا المغاربه الصراحه باش غادي يمشيو بالشرف ديالهم. هذوك الناس كنطلبوا من الله يهديهم، هذوك الناس راه بكل صراحه راه مرضوا، بكل صراحه مرضوا، فهمتي؟ كيشوفوا المغرب وصل لهاد القمه ديال رابع هادي، كنحبوا حنا الجزائريه حنا خاوه فهمتي من زمان، عرفتي كان هاكا اول كاس افريقي اللي داتو الرجال العالمي فهمتي، تما كنا مع الجزائريه كيبغيونا، الجزائريين كيبغيونا الصراحه، الجمهور ديالهم اول كاس افريقي اللي كان ربح سعد الله يرحمه الرجال داو الكاس، كان داكشي فهمتي الجمهور الجزائريين كيبغيونا، والان دابا كيبغيونا هذوك الكبرات الله يهديهم، هذوك الناس ديالهم هذوك اللي جاوا كانوا ناس ديال الجزائر، كانوا بكري ايام بن بالله كانوا كيبغيو المغاربه خاوه كتشوف ان الشان غيتقام في الجزائر والخاسر الاكبر ان الا ما شاركش المغرب فهي دوره الشان، كنا غنشاركوا منتخب محلي وغتقام واحد الدوره اللي ناجحه، اللي شفنا الدوره اللي تقامت في قطر كيفاش كانت ناجحه، واش المغرب الا ما شاركش في نظرك شكون الخاسر الاكبر بكل صراحه؟ هذا ما الجزائريه لا بعض الفرق بزاف غيمشيو، دابا شوف الكاميرون تما غاديش يمشيو، هما ليبيا قال لهم على حسابنا يجيو، ينسحوا بزاف الفرق، المغرب راه دو دابا المغرب الكره العالميه دابا راه المغرب راه توب دابا فهمتي عالمي، ما كانش المغرب راهم خاسرين، هما الخسر الاكبر هما الجزائريه. فهموا بالله يهديهم يغيروا الاتجاه هذا، وبغينا نمشيو بغينا لكن الشعب باغي يمشي لا الجزائر وهذه الى اخره، ولكن هذا الشيء اللي كيعملوا هما نطلبوا الله يهديهم في هذا بقى 12 يوم هذه اللي بقات اللي كاينه في السمو يعاودوا يغيروا الاراء ديالهم بكل صراحه، بغينا نغيروا الاراء ديالهم. شوف التصرفات ديالهم كيفاش كتشوفها؟ التصرفات الصبيانيه بكل صراحه، يعني هذا الشيء ديال يعني نقول لك الحقد ماشي هو حقد ماشي بزاف على هذا الشيء، هكذا اي حاجه كتبغي تدير معاهم، شوف المغرب المغاربه مسلمين حاطين يديهم لاي حاجه فهمتي، احنا الصلح اي حاجه هما ديك المرض اللي فيهم الله يهديهم ماشي اللي نطلبوا فهمتي. شوفوا ولا لاحظتي مؤخرا كبرتي ولا تبعتي عفوا، فبعد الزليج المغربي اللي نسبوا راسهم، الكسكس المغربي، الطاجين المغربي، شوف تيفي كذلك انه داروا شوف تيفي الجزائريه، شنو رايك ان بغاو ياخذوا اللقب اسود اطلس وقال لك لا اسود اطلس هو لقب جزائري في الاصل. فكرة جاهم ذاك المرض الطاعون ذاك المرض كيجي الحيوان فهمتي؟ هادشي كاين الهضره ديالهم اليوم، شوف دابا قال لك واخا عطيها ديال اليهود ما تنزلش عند الناس الشرفاء قال لك الشهداء ولا ما كيفاش هما دابا حتى واحد الارتيكل دابا شفتو انا هذوك الناس راه يعني بكل صراحه ما ماشي زير زيرين خوتنا هذوك الناس ديالهم هذوك الاعداء اللي خرجوا من هذه المصيبه ولكن غادي يتخلصوا فهمتي ربي يخلصهم فهمتي مستوى كرة القدم المغربية مستوى توب صراحة شوف الرجاء العالمي الوداد فهمتي الفرق كلها بركان الفرق يديو ولا سمو حتى هي كتمرضهم حتى هي بكل صراحة كيشوفوا المغرب فين وصل بكل صراحة الله يخلينا ملكنا فهمتي والشعب وكل شيء مزيان فهمتي والله يا ربي الله رسالة أولا للشعب الجزائري ورسالة كذلك الكبرانات في الجزائر اللي كيديروا واحد التصرفات كما ذكرت أنت فهي تصرفات سيبيانية الشعب الجزائري راكم خوتنا حنا خاوة من زمان يا بن بالله ويا فهمتي الخمسينات هذو اللي جاو دابا في هذا الوقت ديال البوليس تسمعوا هذا البوليزاري والتخرميز ديال هادشي الناس الكبرانات دابا اللي مستافدين من هادشي هذا طلبوا الله يهديهم وصافي الأفعال الصبيانية فين غاديين بها والله يا ربي الله كيف ما ذكرتي لي في الخاسر الاكبر؟ هما اللي غيخسروا شكون الخاسر الاكبر؟ راه لما كان المغرب مشارك راه بحال شي حاجه عندهم راه
اشحال فرقه دابا تنساح دابا محسوب ملي غايقول لهم ما كاينش المغرب راه ما كاين غيبغيو نساحبوا ما تنجحش لهم الصراحه راه هما الخاسر الاكبر صراحه بطبيعه الحال انك تفقد واحد المشارك او منافس لقوي اللي هو المغرب اللي تكلاصا الرتبه الرابعه في المونديال الاخير مونديال قطر وكنا ضمن الاربعه الكبار ودرنا الاعجاز ودرنا الانجاز اللي غيبقى تاريخي وما غيتحطمش في القريب في القريب يعني كيف ما عرفنا حنايا فمشاهدينا الكرام فكانوا تصرفات خلوا ان المغرب انه يرفض انه لحد الان انه يمشي انه يشارك دوره الشان المقامه في الاراضي الجزائريه. كان معنا مشاهدينا الكرام بيضاوي عاش كرة القدم وكان هو رافض وما بغاش ان المنتخب المغربي المحليين ان يشارك في هذا الشان هذا كيف ما قال فهد الكبرانش غير ربحوا في الشان ما عندنا ما نديروا به اللي كنا غنمشيو انت كما قلت نمشيو بكرامه ونمشيو بعزه اللي متعود علينا ومتعودين عليه حنايا كمغاربه. عافية الله والله يا عبد الله.